تتواصل فعاليات معرض الفنون بينال بمدينة البندقية الإيطالية الذي انطلق بنسخته 17، وذلك بعد تأجيل استمر لعام جراء جائحة كورونا. يعد بينالي أحد أهم الفعاليات المرموقة الخاصة بالهندسة المعمارية حول العالم، وعلى مدار 40 عاما أنتج المعرض في البندقية للهندسة المعمارية مزيجا من التصميم المستقبلي ومقترحات للابتكارات البيئية والتكنولوجية وبأذرع متفائلة تحت شعار كيف سنعيش معا. تفتتح مدينة فينيسيا الإيطالية الساحرة أبوابها في الشهر الجاري حتى 21 من نوفمبر المقبل لفعاليات الدورة 17 للمعرض الدولي للعمارة بينالي البندقية بمشاركة من 61 دولة. الهندسة المعمارية مهنة فنية حرة بعيدة عن الكسب المادي، مجالها التعمير والبناء أينما كان. وتذهب بنا أعمال بينالي فينيسيا للعمارة إلى رحلة بالجناح الأمريكي بالمعرض، وبالتركيز على هندسة الإطارات الخشبية تقنية البناء الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، قام المهندسان المعماريان الأمريكيان بول أندرسون وبول بريسنر ببناء واجهة كاملة عبارة عن إطار من خشب الصنوبر من 4 طوابق يمكن للزوار تسلقها واستكشافها. لقد كشف هذا الوباء بلا رحمة الخلل البيئي العميق في العمارة، ونحن اليوم كمعماريين ومصممين نحتاج إلى إعادة النظر إلى البنية التحتية لبناء مدن صالحة تخدم المجتمع والعالم وتلبي كافة احتياجاته. ويعد الجناح الدنماركي أجمل أجنحة بناء لفينيسيا للعمارة الذي ركز على ربط الناس ببعضهم البعض ومع الطبيعة من خلال موضوع الاستكشاف عبر المياه. يحاول القائمون على تلك الأعمال جعل عملية دوران المياه مرئية لزوار الجناح كطريقة لإظهار كيفية ارتباط هذا العصر الطبيعي بكل شيء، كما يمكن للزوار بتجربة الهندسية المعمارية كشكل فني يجعل غير المرئي مرئيا ويثير إحساسا لا يمحى بالارتباط بين الناس والأرض. المشروع يشير إلى كيف يعيش الناس من مختلف الفئات في تكامل دون فصل وفي تناغم تماشيا مع موضوع المعرض كيف نعيش معاً.